أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حفظك الله، ماذا تقولون لمن أبدى تحفظا على أقسام التوحيد بحجة أنها غير واردة في القرآن أو السنة حفظكم الله؟ سبحان الله، هذا ما يقرأ القرآن، أو يقرأه ولا يفهمه، أو يفهمه وله هوى. أقسام التوحيد في القرآن مملوء من هذا، لأن الآيات التي تتحدث عن صفات الله وأفعاله هذه في توحيد الربوبية، والآيات التي تتحدث عن أعمال العباد وعبادات العباد وأنه يجب إخلاصها لله عز وجل وتنهى عن الشرك هذا في توحيد الألوهية، والآيات التي فيها أوصاف الرب وأسماؤه هذه فيها توحيد الأسماء والصفات. وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فرب الناس، ملك الناس، هذا في توحيد الربوبية، إله الناس هذا في توحيد الألوهية. وكذلك في سورة الفاتحة التي يقرأها هذا المنكر وهذا الجاهل في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كذلك في توحيد الربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا في توحيد الألوهية، لأن العبادة والاستعانة هي أنواع الاستعانة والدعاء بقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، كل هذا في توحيد الألوهية. نعم.